اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي يعني نجم جميل قوي من نجوم الزمن الجميل، نجوم الدراويش والنجم الاسماعيلي ونجمه ايضا في التدريب، الكابتن الكبير ابو طالب العسوي. اهلا بك كابتن حميد. شكرا لحضرتك، منور الدنيا. ربنا يحفظك، منورنا في المشاهدين، ربنا يحفظك. يعني بشوف كده حد كده الحمد لله الزمن الجميل في الكوره الدراويش. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. بكون سعداء جدا يا كابتن. سعداء، تشرف لينا وان شاء الله تصحى السلامه. ربنا يخليك يا رب. يعني هبدا معاك باسباب الاستقاله. لا، هو طبعا بنقول ان النادي الاسماعيلي ده طبعا ده نادينا وبيتنا، وبعد ربنا سبحانه وتعالى سبب شهرتنا وسبب اللي احنا فيه. يمكن كان لنا تاريخ كبير من في النادي كمدربين او كلاعيبه. تمام. الفتره الاخيره لما جيت انا من السعوديه عشان اشتغل كمدرب عام مع مستر اشتراكه، وبعد كده اما هو مستر اشتراكه مشي بقيت انا مدير فني. يمكن الحمد لله ربنا كرمنا وادانا التوفيق وادانا النجاح وقدرنا نعمل الحمد لله حاجه كويسه. في الاداره طبعا مهندس ابراهيم عثمان، انا بكن لهم كل احترام، اداره محترمه جدا. عايزين يعملوا احسن حاجه للنادي، عندهم طموح كبير جدا. يمكن كان في عهد عليهم ان هم اول ما مسكوا كان النادي عايزين من ضمن المخطط ان يبقى في مدرب اجنبي، يبقى في لعيبه اضافات جيده جدا واضافات ممتازه مع اللعيبه الموجوده. فهم طبعا بيوفوا بالوعد او بالعهد زي ما قدام الجماهير ان هم ملتزمين ان هم عاوزين الناس مني في احسن صوره. فيعني ليهم كل الشكر، ليهم كل الاحترام. وانا طبعا بعذرهم وبقدرهم جدا وبحترمهم جدا. وكان في قعده وديه بيني وبين المهندس ابراهيم بعد مباراه الاتحاد، ربنا كرمنا وكسبنا. هو طبعا قال لي تشتغل مع الراجل كمدرب عام وتكمل وكذا. قلت له ده نادينا وبيتنا يا باشمهندس، ونتمنى النجاح والتوفيق للاسماعيلي، بس الافضل من وجهه نظري ان الراجل يجي يشتغل يبقى براحته ويبقى هو فكره وشغله، ويبقاش في اي حاجه تحيط بيه او يبقى الامور يبقى فيها كلام كده او كده. لا، احنا عايزين نهيئ له المناخ اللي هو يقدر يظهر فكره، يظهر شغله، ونهيئ له مجال النجاح. وانا باشمهندس انا ربنا يكرمني وعايز اشتغل في مكان تاني وربنا يوفقني. وانتوا ربنا يكرمكم وتنجحوا، وانا ربنا يكرمني وانجح، والناس معايا ده بيتنا في اي وقت بنرجع يعني. فبصراحه هو المهندس ابراهيم مشكورا، وقال لي خلاص بس لو احتاجناك في وقت تكون معانا. قلت له طبعا يا باشمهندس ما اقدرش اتاخر عن النادي، وان شاء الله تبقى سنه جميله على النادي الاسماعيلي وعلينا جميعا يا رب. تمام. يعني انا عارف طبعا ان الجماهير الاسماعيلاويه جماهير ذواقه للكوره، لكن انا مش عارف، مش متقبل فكره ان انا وعدت الجماهير بمدير فني اجنبي وانا ماشي معايا مدير فني مصري كويس. يعني رجع الاسماعيلي، مش هقول لك رجع الاسماعيلي للاسماعيلي، الاسماعيلي لسه يعني لسه ما شفناش الاسماعيلي اللي هو الاسماعيلي المرعب. تمام. الاسماعيلي تروح يعني يا رب بس يعني اللي هو الاهلي اللي ممكن يكسب الاسماعيلي، لكن كل فرقه بتبقى راحه عامله حسابها ان هي خسرانه من الاسماعيلي. وحتى الاهلي بيروح بيبقى برضه قلبه يعني مش عايز اقول الاسماعيلي كان بيكسب الاهلي، والاهلي بيكسب الاسماعيلي، والزمالك بيكسب الاسماعيلي، والاسماعيلي بيكسب الزمالك. الاسماعيليه تحديدا الفرق الكبيره طبعا. بالظبط. بس رجعت الاسماعيلي شويه، يعني بقى لينا او الاسماعيلي بقى ليه شكل شويه. الدنيا كانت ماشيه كويس. لعبت اعتقد 10 مباريات مع الفريق يا كابتن. الحمد لله. اعتقد ما فيهاش خساره. لا، بحمد ربنا واشكر فضله، كان فيها توفيق كبير جدا. 6 مباريات مكسب، 4 مباريات تعادل، نسبه حلوه قوي 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 في 10 مباريات. ايه السر؟ والله السر ان انا واعد عشان اجيب مدير فني اجنبي، ولا السر ان انا عندي مدرب مصري برضو ابن من ابناء النادي الاسماعيلي اكيد هيخاف من النادي الاسماعيلي، عنده فكر طور الفرقه شويه وكان ممكن تطور اكتر واكتر واكتر وترجع الاسماعيلي، لان انت بدات تحفظ الاسماعيلي او حافظه بالفعل. فايه السر يعني شايفها من وجهه نظرك ازاي؟ لا، هو طبعا في البدايه يا كابتن عبد الحميد بنقول احنا ايه، انا مش عايز لو هي فتره كانت عصيبه جدا والله. تمام. فتره صعبه جدا. تمام. يمكن يعني اشتغلنا في 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 ظروف صعبه قوي، مناخ كان يعني غير جيد بالمره. هقول لك بظروف صعبه، ظروف قاتله. انت عندك 10 مباريات منهم 7 مباريات خارج ملعبك. اول 4 مباريات هيصادفوني كده اول ما بلعب، عندي امبي، لعبت امبي والمصري والزمالك وطنطا. تمام. ورا بعض 4 مباريات خارج ملعبك. امبي مصري زمالك طنطا يعني ربنا كرمنا، تعادلنا ماتشين امبي والزمالك وكسبنا النادي المصري وكسبنا طنطا. وبعد كده حصل ايقاف وحصل طبعا زي فتره اعداد مصغره. وبعد كده ربنا كرمنا كسبنا الداخليه وكسبنا اسوان.
وتعادلنا مع مولين العرب ومع دجله وكسبنا الاتحاد وبتروجيت. فاشتغلنا شغل كبير، تعبنا تعب كتير جدا، اول واخر توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. كلنا اشتغلنا، مش ابو طالب لوحده، انا وكان مع محمد مصعب غريشه وسعفان الصغير وكل الجهاز الطبي والاداري والفني كرئيس للجهاز. فمن هنا كان كل همنا يا كابتن ان احنا نخلي الناس تحس بقيمه النادي الاسماعيلي. اللعيبه قعدنا اشتغلنا معاهم نفسيا بدرجه كبيره جدا. ازاي نحس بقيمه النادي الاسماعيلي، التيشيرت الغالي، ازاي نحس بجمهورنا، ازاي نسعد جمهورنا، ازاي نفرحهم، ازاي نقدر نرجع الكره الحلوه بتاعت النادي الاسماعيلي. اشتغلنا على حاجات كنا محتاجينها، نعالج اخطائنا سواء كخط الظهر او كفريق كله بيدافع كوحده واحده. اشتغلنا على ازاي نعلي الناحيه الهجوميه كجبهات هجوميه او يعني نعلي الناحيه التهديفيه. زي ما بقول لك الحمد لله اشتغلنا وتعبنا واجتهدنا وربنا ادانا التوفيق. فاحنا خدنا الغرض. الاسماعيلي الحمد لله من المركز العاشر النهارده بقينا في المركز الخامس. الناس بدات تتكلم تقول درويش الكره المصريه. بالزبط. الكره الحلوه بدات ترجع تاني. بالزبط. الناس بدات تفرح في اسماعيليه، كلنا بقينا سعداء. فقلنا الحمد لله حصل نجاح وحصل توفيق. نتمنى بقى الاستمرار باذن الله. سواء بقى احنا كابتن مش هتفرق، موجودين مش موجودين. المهم يبقى الناس من يرجع لكورته الحلوه، يرجع للمنافسه على البطولات، يرجع للبطوله الافريقيه، يرجع يحقق طموح جمهوره. أكيد. وطموح ادارته وطموحنا احنا كاولاد النادي. اللي بنبقى سعداء جدا سواء احنا يطلب مننا نشتغل، بنبقى شغالين بكل اخلاص بكل جهد بكل عرق. ربنا يدينا التوفيق والنجاح. وبرضه انا ما انساش ان الكابتن عاطف عبد العزيز كان معايا كمدرب عام في المباراه الاخيره. من المدربين، من اولاد النادي الشاطرين، من المخلصين. فربنا بيديك التوفيق والنجاح على قد ما بتتعب، على قد ما بتخلص. فالحمد لله يا كابتن احنا خلاص خدنا الغرض. الغرض الناس اللي بدا يرجع، بدا يبقى يحط على الطريق الصحيح، الرجل ثابته، عندك قوام فريق لازم محتاج اضافات، عندها خبره، عندها روح المنافسه، عندها طموح المنافسه، عشان يرجع الناس الاسماعيلي نفس تاني، عشان يرجع الناس الاسماعيلي في افريقيا تاني. ليه احنا بنقول النادي الاهلي ونادي الزمالك والناس الاسماعيلي يعني بقى الضلع الثالث للكره المصريه. النادي الاهلي بتاريخه، ببطولاته، بادائه، بجماهيره، سواء على المستوى العربي على المستوى الافريقي، كذلك النادي الزمالك مش من فراغ. فمن هنا يعني انت بيدي لك انت كمصري يعني شرف. أكيد. ان عندك النادي الاهلي بتاريخه ببطولاته، حتى ما وصل كاس عالم اكتر من مره انديه، نادي الزمالك ببطولاته بتاريخه، نادي الاسماعيلي ببطولاته بتاريخه بلاعيبته اللي لعبت منتخب مصر. احنا متفرجين يا كابتن ابو طالب يعني عايزين نشوف الاهلي والاسماعيلي، نشوف الاسماعيلي والزمالك. الاسماعيلي هو بيعمل بيدي نكهه للكره المصريه. هو ده، ما عشان كده يا كابتن عبد الحميد بنقول دايما ايه، مباراه النادي الاهلي مع الاسماعيلي، مع النادي الاسماعيلي مباراه قمه. مباراه النادي الاهلي مع نادي الزمالك مباراه قمه. في انديه شركات داخله بقوه وعندها مستوى وعامله طفره، زي المقصه وزي قبل كده انبي وزي قبل كده بتروجيت. النهارده النادي المصري نادي جماهيري، عامل حاله جميله في الكره المصريه بقاله سنتين مع كابتن حسام حسن وجهازه، حاجه جميله. النادي المصري برضه بجماهيره وبتاريخه احنا كلنا فرحانين. فمن هنا بنقول ان الانديه الشعبيه هي اللي بتديك حلاوه الكوره، هي اللي بتديك روح المنافسه. دي حقيقة. النادي الاسماعيلي يا كابتن عبد الحميد زي ما تقول وكل الناس عارفه، هو اللي عنده الجراه، عنده الروح، وعنده نفسه انه يقدر ياخد بطوله من النادي الاهلي، يقدر ياخد بطوله من نادي الزمالك. فعلا. فمن هنا عنده النفس الطويل. فبيبقى يعني الكوره بتبقى جميله جدا. المنافسه بتبقى ليها روح ثانيه، الجماهير بتستمتع سواء في مصر او خارج مصر. فنتمنى العوده باذن الله ان شاء الله. يعني انا نفسي، انا نفسي، بس انا برضه يا كابتن ابو طالب معلش انا مش عايز احرجك في اسئله بصراحه. لا لا، انت عارف انا بحبك على يعني على المستوى الشخصي، لكن انا ليه الاسماعيلي ما يتمسكش باولاده؟ يعني انا ليه؟ يعني انا السؤال اللي انا بساله لنفسي يعني قبل ما اساله لحضرتك او اساله للاداره، وطبعا المهندس ابراهيم طبعا له باع كبير في الكره الاسماعيليه تحديدا، ومش بعيد عليها ومش غريب عن النادي الاسماعيلي. طالما عندي انا ابني ناجح وابني ماشي كويس، انا ليه اجيب مدير فني اجنبي وليه اغامر؟ يعني انا شفت نجاحات بعينيا وشفت اسلوب كويس. انا ما يعني مش بقول كده عشان انت قاعد قدامي، ان الناس كلها والناس اللي بتفهم في الكوره بيتكلموا كده. ليه ما اديش لاولادي؟ ليه ما اديش الثقه لاولادي؟ يعني خصوصا انا ممكن دلوقتي بكون فرقه جديده او بكون هيكل جديد، وانتوا نادي الاسماعيلي بيعرف يجيب لعيبه بسرعه، يعني بيعرف في ناس في الاسماعيليه كلام بتعرف جميل تجيب لعيبه بسرعه، يعني ممكن تعمل فرقه في سنه. كلام جميل. بالزبط. كلام جميل. بالزبط. النهارده انا كان بيتمرن معايا حوالي من 12 او 13 ناشئ من ولاد النادي، مواليد 2000
و99 و98 لعب منهم احمد ايمن مواليد 98 الحمد لله اشترك ولعب بصوره كويسه. لعب وجيه عبد الحكيم جايبينه السنه دي وتحت سن مواليد 98 تمام. لعب احمد هاني اخر مباراه الاتحاد مواليد 98 يعني الحمد لله حوالي 12 ناشئ مبشرين فيهم لعيبه كتير مبشره قريب قوي هيبقوا في الفريق الاول ان شاء الله. فاحنا بنقول ده قرار مجلس اداره كابتن عبد الحميد وبنحترمه وبنقدره وبنقول احنا ولاد النادي كلنا كده. الناس ميل عنده مدربين كتير شاطرين فبنقول وقت ما النادي يحتاجنا ان شاء الرحمن يجي ما نتاخرش. وقت ما النادي يقول ان في النهارده اداره فنيه اجنبيه اوكي نحترم القرار ونساند وحتى واحنا بره نشوف احسن اللعيبه او افضل لعيبه قدرنا نجيبهم الناس اللي هنجيبهم. وقت ما يطلب مننا تاني ان احنا نبقى متواجدين في الاسماعيلي هنبقى متواجدين تاني ان شاء الله الرحمن ما نقدرش نتاخر. انا معاك يعني هو طبعا يعني انا السؤال لمجلس الاداره يعني احنا بنشوف النادي الاهلي دايما بيكبر ولاده يعني شفنا على مدار التاريخ يعني محمد يوسف احمد ايوب كابتن حسام بدري يعني كتير بصراحه يعني اسماء مش عايز انسى اسماء. ليه نادي الاسماعيلي ما بقاش كده؟ ليه ما اقفش معاه؟ يعني السؤال طبعا لمجلس اداره النادي الاسماعيلي ليه ما اقفش مع اولادي وخصوصا انا اولادي شايفهم ناجحين وان انا مش مطلوب مني بطوله مثلا انا بطوله السنه اللي جايه او بطوله السنه اللي بعدها انا ممكن اعمل قوام فرقه اهم حاجه ان انا احط ايدي على مدرب عندي كمان جهاز فني سحفان الصغير كابتن عاطف عبد العزيز محمد محسن ابو جريشه حاجه كلها بصراحه كلهم نجوم شباب وكلهم عايزين فرصه وعايزين كمان مش هتلاقي اكتر من انت ولادك يمسكوا النادي مش هتلاقي اكتر منهم يخاف على النادي ويحس بالنادي. لكن طبعا الاول والاخر طبعا ده قرار مجلس اداره زي ما حضرتك بتقول واكيد طبعا حضرتك تحترمه لكن هو السؤال ليه بس مش اكتر عشان يعني ما نكترش في الجزئيه دي. قول لي شفت التجربه بتاعتك القصيره اخر فتره ليك 10 ماتشات قيمتها ازاي يا كابتن؟ والله انا بعتبرها وبناء على ايه خدت قرار ان انت ما تبقاش مدرب عام يعني خدتها من التجربه دي ولا انت عايز تغامر في تجربه جديده؟ هو طبعا انا يعني سؤال جميل. انا بطبعي انا كابتن عبد الحميد انسان مجازف عندي المجازفه عندي الحمد لله عدم الخوف يمكن زي ما بقول لحضرتك الظروف اللي انا اتحطيت فيها صعبه جدا تمام. اول 4 ماتشات وبعدين كمان في 3 مباريات تاني خارج بس 7 من 10 ماتشات في 7 بره ملعبك و3 على ملعبك منهم الفرق اللي حضرتك قلت لحضرتك عليها دي كلها ماتشات صعبه. حد من الجهاز حتى حبيبي بيسالني بيقول لي طب الظروف صعبه والموقف قلت له الحمد لله ما نخافش احنا نشتغل ونتوكل على الله سبحانه وتعالى وبنقول هو ربنا جابها لنا لحد عندنا احنا لا سعينا ولا طلبنا ولا كده فان شاء الله الرحمن ربنا رايد بينا حاجه من الاثنين يعني ممكن ربنا رايد بينا ان شاء الله خير وربنا عايز يعوضني كمدرب تمام. النهارده انا بقالي 20 سنه مدرب من 97 وانا مدرب مريت طبعا من اول 14 سنه ولحد النهارده ولعيبه كبيره جدا الحمد لله تم اكتشافها ومنهم طبعا حسني عبد ربه كان 14 سنه والفريق عبد الله السيد وعبد الله الشحات يمكن انا كنت ماسك فريق 16 سنه وكان هما الاثنين 14 سنه وكنت بلعب جمهوريه وكانوا بيلعبوا معايا جمهوريه. احمد فتحي طبعا نجم النادي الاهلي ونجم النادي سابقا منتخب مصر كان برده 15 سنه ويمكن كنت انا جبته من نادي بنها والنهارده نجم منتخب مصر وكابتن منتخب مصر بالزبط. يعني حصل اكتشافات كتير لعيبه مميزه على تاريخ في تاريخ الكره المصريه. فكانت فترة صعبة زي ما بقول لحضرتك اشتغلنا كويس قوي ركزنا قلنا احنا بنشتغل وبنجتهد وربنا اللي بيوفق. كان كل كلامنا مع بعض او انا كان كلامي للجهاز قلت لهم احنا لو النهارده الناس بتتعب 100% احنا هنتعب 200% احنا هنشتغل 200% احنا هنجتهد 200% حلو. يعني النهارده عندنا حاجات عايزين نعالجها في حاجات معينة زي ما قلت لحضرتك خط الظهر مثلا سي اما باك مثلا بيروح بيبقى فيه وراه مساحه خالية فلازم نشتغل خط الظهر مع بعض عشان نحسن الحته حلو. دي النهارده وصلنا لاخر مباراه لاخر مباراه نادي الاتحاد دخل مرمانا 4 أهداف فقط حلو. فدي الحمد لله اتحسنت بشكل كبير جدا اكيد كمان حبينا نرجع كره النادي الاسماعيلي بقينا نعمل تدريبات فيها كوره كتير نقرب فيها جيم سمول جيم او جيمات صغيره فيها مثلا لدرجه عملنا 6 ضد 6 في ملعب و6 ضد 6 في ملعب وبعدين 7 ضد 7 وبعدين 10 ضد 10 في مساحات صغيره فبدأنا نلعب لمستين ولمسه و3 لمسات بحيث ان اللعيبه تقرب من بعض نقرب من كره النادي الاسماعيلي. لو وصلنا الحمد لله اخر مباراه الناس استعطفت الاداء واستحسنت الاداء رجعت كره النادي الاسماعيلي الحلوه قدرنا نحسن كمان الناحيه الهجوميه احرزنا حوالي 13 هدف ودي برده نسبه كويسه الحمد لله. كمان كان عندنا من الحاجات اللي كنا بنشتغل عليها الكوره الثابته ما كانتش مميزه عندنا مباراه الاتحاد عملنا احسن كور ثابته في مباراه الاتحاد اهم الاسلحه المدير الفني
الحمد لله، واشتغلنا عليها بدرجه كبيره جدا بالظبط، وقدرنا نعمل منها حاجات مميزه في الكورنر وفي الفاول، وكنا قريب جدا نحرز اهداف في مباراه الاتحاد من كوره ثابته. فبنقول احنا يعني الى حد كبير جدا راضيين كل الرضا عن الفتره، عن الاداء، عن النتيجه، عن النهارده انت احرزت زي ما قلت لحضرتك 13 هدف دخل مرمى 4 اهداف، فالصوره بقت الحمد لله جميله. أكيد. النجاح الحمد لله التوفيق بتاع ربنا اداهولنا. كره الاسماعيلي زي ما قلت بدات ترجع، الجمهور فرح، احنا بنبقى ماشيين في الشارع الناس بتبارك لنا وفرحانه بينا والحمد لله كابتن، وكره الاسماعيلي رجعت، والدراويش الدراويش الدراويش يمكن في بدايه الموسم كانوا بيقولوا انت طبعا وانت حاسس بينا وانت نجم يا كابتن عبد الحميد، سواء خارج النادي الاهلي او في النادي الاهلي، فانت بتحس بيهم وعارفهم، شعور جمهور الاسماعيلي جمهور حريف، يعني جمهور الاسماعيلي جمهور لعيب مش جمهور عادي، بالظبط بالظبط، يعني جمهور حريف وجمهور لعيب ومش جمهور عادي، فمن هنا احنا بنحس بيهم، فعايزين نوصلهم الحته اللي هم بيحبوها. هم بيحبوا ايه؟ عايزين كره الاسماعيلي الحلوه، كره الدراويش. ففي الفتره الاخيره كل الناس قالت الدراويش، درويش كره الدراويش، برازيل العرب، درويش الكره المصريه، فدي حاجه اسعدتنا كتير جدا، يعني كان فرق كبير قوي ان انا اقول الاسماعيلي وان انا اقول الدراويش. طب يعني قبل كده كنا نقول الاسماعيلي تعادل، الاسماعيلي خسر، دلوقتي بنقول الدرويش تعادل، درويش كسب، دي حاجه اسعدت، دي حاجه اسعدت. تم اعاده اكتشاف برضه وبجيه بامبو، بامبو اديته الحريه الكافيه، كان بامبو كان بديل جاي في ال10 ماتشات بقى اساسي جاي، وقت ما تحتاجه اساسي بقى اساسي وبقى جاي، واحرز اهداف الحمد لله مميزه جدا، اخرهم الهدفين المكسب على نادي بتروجيت 2-0 في اسماعيليه، كمان وجيه عبد الحكيم شارك بصوره اساسيه واحرز هدف وصنع اكتر من هدف، ابراهيم حسن عمل مستوى ورا ولا اروع، اخذ حريه كامله كتحت الاسترايكر وعمل اهداف واحرز اهداف، لعيب هايل. كمان حسني عبد ربه القائد والخبره والموهبه الكبيره، ازاي بقى قائد في الملعب طول عمره، ازاي بيصنع هدف وازاي بيحرز هدف. محمود متولي بقى مستوى رائع جدا، عماد حمدي، عواد، محمد عواد كحارس مرمى مميز جدا طول السنه، محمد فتحي رجع لمستواه، بهاء مجدي، محمد جمعه، كل اللعيبه، باهر، يعني عشان ما انساش حد، اللعيبه عملت حاله جيده جدا، قدرنا نطلع من كل لعيب افضل ما عنده بالظبط، قدرت تعمل زي ما اقول لحضرتك ننهي الدوري بشكل مميز جدا يليق باسم وتاريخ درويش الكره المصريه او برازيل العرب النادي الاسماعيلي، واعتقد الحمد لله احنا نجحنا بصوره كبيره الحمد لله. يعني بعد كل ده كابتن مطلب ما زعلتش بصراحة؟ والله اقول لحضرتك حاجه، والله ما زعلت يا كابتن عبد الحميد. ليه؟ انا بقول انا مؤمن جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك الخير في اي مكان. انا واللي فرحني جدا ان انا يعني الحمد لله ربنا اداني التوفيق والنجاح. فانت ماشي بصوره طيبه، جماهير كتير جدا انت فرقت معاها وانت حاسس بحبهم. حتى كان في ناس في البدايه منتقدين، ازاي ابو طالب عايز يكون في الفتره دي؟ مشكله كبيره. وكان في انتقاد شديد جدا، احترمتهم اكتر اما بعد اما ربنا وفقنا وادانا النجاح التوفيق، رجعوا عن رايهم وقالوا لا، ده ابو طالب العيسى ده مدرب شاطر، ده قدر يعمل تغيير كبير، ده عنده فكر، ده قدر يوظف اللعيبه، قدر يعمل نتائج جيده جدا، فده شيء اسعدني وانا بشكرهم على الشجاعه ان انت تقول راي وبعدين ترجع فيه، فانت راجل شجاع. فانا بشكرهم ان هم عنده شجاعه ان يقول انا كنت غلطان ان انا اتكلمت كلام مش كويس على ابو طالب العيسوي، والنهارده انا بشجعه، والنهارده انا كنت اتمنى انه يستمر، فده شيء يسعدنا كابتن حميد والله. اكيد انا كابتن، يعني هو حضرتك بتقول الناس يعني شجاعه وكده، لكن هي الموضوع بيبقى مختلف يا جماعه، يعني احنا دايما ندي الفرصه ونحكم، احنا مشكله كبيره جدا ان احنا دايما بنحكم الاول وبعدين نشوف بقى الشخص هينجح ولا لا، لو فشل نقول ما احنا قلنا، لو نجح نقول لا ده يستاهل وكده، فطبعا الموضوع بيبقى صعب جدا. لكن بتدخلني في الجزئيه مش عارف اطلع منها، مش عارف اطلع منها. يعني بتقول لي بقالي كتير جدا مع النادي الاسماعيلي في قطاعات ناشئين، ولما خدت الفرصه واثبتت نفسك يعني حتى ما بتحسش لا، طب ما اتكلمتش ليه مع الباشمهندس ابراهيم؟ قلت له سيب لي فرصه، اديني فرصه. لا بص، انا حياتي طول عمري هي دي ما فيهاش، يعني انا طول عمري والله يا كابتن عبد الحميد انا عمري ما اطلب حاجه، عمري ما اقول اشتغل او ما اشتغلش، عمري ما اقول بس المكان ده انا محتاجه او العند في النجاح مطلوبه يا كابتن، العند في النجاح مطلوب. لا، اما تجيلك لحد عندك يبقى انت قد الموقف، يبقى انت عندك الروح، عندك الطموح، عندك الهدف، يبقى موجود عندك. يمكن الحمد لله
انا في 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 تاريخي الحمد لله كمدرب 4 بطولات، يعني كنت اول ما مع الكابتن محسن صالح سنه 2001 2002 خدنا بطوله الدوري. طب احنا معانا تليفون جميل. طيب. وانا عارف هو عصبي، ممكن لو قعدناه شويه ممكن يعني يقفل التليفون. النجم الجميل، نجم الدراويش، كابتن صبري المنياوي، اهلا بيك كابتن. ليه يا ميدو بس؟ انا عارف ممكن تستناني بقى وانا عارف. ازيك يا كابتن ابو طالب، عامل ايه؟ كابتن صبري ربنا يحفظك، الحمد لله يا كابتن بخير الحمد لله. وحشني جدا والله. الله يكرمك يا كابتن. كل سنه حضرتك طيب يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو، الحمد لله. منورنا في قناه الاهلي واستاد الاهلي. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. حضرتك طمنا عليك الاول يا كابتن. والله انا قاعد في البيت، يعني ما جاليش شغل كويس يعني. وبعدين انا بصراحه السنه اللي فاتت كان جالي شغل مش يعني كان بوظ الدنيا شويه في حياتي يعني، فقررت ان انا مش ممكن اروح شغل الا لو كانت يعني في اداره كويسه واستريح نفسيا يعني. اكيد اكيد يعني ان شاء الله كل الخير ليك كابتن صبري. وحضرتك يعني انسان محترم، قبل ما تكون مدرب محترم ان شاء الله ربنا يديك كل اللي حضرتك عايزه يعني. ربنا يخليك حبيبي. يعني يا كابتن اكيد طبعا حضرتك متابع نادي الاسماعيلي طبعا عشقك الاول طبعا يعني. وشفت الكابتن ابو طالب وشفت تجربته الاخيره مع النادي الاسماعيلي، وكنت دلوقتي بتكلم معاه ليه ما خدش فرصه ثانيه، فحضرتك شايف التجربه كانت شكلها ايه، وليه كابتن ابو طالب ما ياخدش فرصه بصفته ابن من ابناء النادي الاسماعيلي؟ والله كابتن ميدو، كابتن ابو طالب بدا يعني صوره طيبه وختم بصوره كويسه جدا جدا يعني الاداء كانت كويسه، وبعدين في الاخر الاداء كان بيبشر يعني ان في كل يعني في اي ماتش انت قاعد بتحس ان الاسماعيلي هيكسب في اي وقت يعني. فطبعا ابو طالب اضاف اضافه كويسه جدا للفريق بصراحه. وطبعا انت عارف برضو يعني ابو طالب يعني كان لعيب في نادي الاسماعيلي واشتغل في نادي الاسماعيلي، وهو قريب من اللعيبه وقريب من الطبيعه بتاعت نادي الاسماعيلي ولاعيبته يعني. فالامور كانت كويسه جدا في الفتره الاخيره بتاعت ابو طالب. يعني بالنسبه بقى يعني ليه ما خدش فرصه، انا طبعا ابو طالب عارف الكلام ده، واحنا كمدربين عارفين ان اداره اي نادي بتبقى هي حره في يعني في الاختيارات بتاعتها، انت فاهم؟ وهي المسؤوله عن اختياراتها وكده يعني. احنا كمدربين يعني كل المدربين على فكره يعني مش احنا بس بتوع الاسماعيلي يعني او الزمالك او الاهلي، كل المدربين هو يعني كان بيشتغل فتره معينه وبعدين النادي عايز يغير او كده. هو حضرتك مريت بالتجربه دي قبل كده كابتن صبري؟ لا انا مريت كتير بحاجه كده يعني. ما انا عشان كده انا سالت الكابتن ابو طالب، يعني التجربه دي بتسيب اثر؟ يعني بتبقى زعلان ليه ما اخدش فرصه؟ طب ما انا ناجح ماشي كويس. حضرتك شايف الظاهره دي ظاهره سلبيه ولا ايجابيه، ولا لمجلس الاداره الحق كل الحق ان هو يعمل اللي هو عايزه، ولا شايفها ازاي يعني؟ او تنصح المجالس الادارات ازاي بصفتك يعني انت بقيت خبير دلوقتي في كره القدم يا كابتن صبري؟ والله يا ميدو، هو الانديه ليها كامل الحق يعني ان هي في الاختيارات ده يكمل او ما يكملش، بس انا اعتقد ان الكابتن ابو طالب هو اللي اعتذر لما اتعرض عليه مدرب عامل، اعتقد كده يعني. كابتن ابو طالب ولا ايه؟ طبعا اعتذرت، اعتذر لانه بالظبط. اتفضل يا كابتن، اتفضل. طبعا هو كابتن صبري عارف، انا فعلا انا كابتن. انا عارف كده، انا عارف ان هو كابتن ابو طالب اعتذر، وطبعا هو برضه ليه الحق لان هو اشتغل مدير فني وعايز يكمل بالشكل ده او المستوى ده يعني، فهو ليه الحق. لكن هو اداره النادي ليها كامل الحق ان هي تختار وكده يعني، الاختيار دايما بيبقى لان هم اصحاب المسؤوليه وهم اصحاب الاداره في الموقف يعني. اما بالنسبه لاي مدرب يا ميدو يعني هو بيبقى زعلان وهو ماشي، لو كانت النتائج بتاعته وحشه وسيئه ومشي بتبقى يعني الامور صعبه جدا نفسيا على المدرب يعني. لكن لو الامور كويسه زي ابو طالب كده، النتائج معقوله جدا ومرضيه، فهو بيبقى يعني متقبل شويه، انت فاهم؟ لكن لو النتائج مش كويسه كانت بتبقى صعبه جدا على اي مدير فني. اكيد يا كابتن، هو ما يمشي وما لقاش وقت ان هو يحسن او كده يعني. اكيد يعني يا كابتن صبري، يعني بصراحه يعني نفسي تيجي معانا هنا الاستوديو نعمل معاك لقاء لايف كده، لان انا عارف يعني حضرتك عندك كواليس كتير. حبيبي يا كابتن.
انا ما دخلتش قناه الاهلي من بقالي 7 8 سنين يا كابتن. انت تنور يا كابتن في اي وقت، حضرتك اللي تقول كمان. تنور يا كابتن صبري، كل سنه حضرتك طيب وان شاء الله ربنا يديك الخير كله ان شاء الله. الاهلي امبارح ولجماهير الاهلي والنادي الاهلي ربنا يخليك كابتن صبري، ده من ذوق حضرتك. شكرا جدا كابتن صبري المناوي نجم الاسماعيلي الخروق. يعني هو كلنا اولاد النادي كده كابتن حميد. يعني كابتن صبري مر بالتجربه قبل كده كمدير فني وكان مجموعتين الدوري ووصل للمربع الذهبي في الدوري زي ما هو، وبعد كده مش كسبان كمان. كلنا كده مدربين كتير ولاد النادي بقى كلنا كده. هو الواحد بيصعب عليك يعني صراحه كابتن عبد الله، معلش احنا يعني كده ولاد النادي كلنا كده انت كمدرب يعني. والحمد لله كلنا كلهم مدربين يعني، كل مدربين اسمنا كلهم مدربين شاطرين، كلهم مدربين ناجحين. جلال حضرتك كابتن احمد عبد يعني كابتن احمد العجوز، كابتن اشرف خضر، كابتن محمد وهبه، كابتن اشرف خضر، كابتن وهبه طبعا، محمود جابر، كابتن محمود جابر النهارده عامل نجاحات كبيره جدا في قطر. بالظبط كلنا ولاد النادي بقى اللي اشتغلنا عايزين النادي ده يبقى احسن نادي في الدنيا كنادي الاسماعيلي. بعد كده نشتغل برضو عايزين احسن نادي، مشينا ما نشتغلناش عايزينه احسن نادي. يعني اكيد كلام اكيد يعني معقول جدا، بس يلا ماشي. انا يعني انا مش لازم ابقى عندي 50 سنه عشان امسك في نادي، مش لازم ابقى عندي 55 سنه عشان اخد فرصتي كمدير فني. يعني لازم ادي حيز ولازم انا ادعم. دايما اقول يا كابتن ابو طالب مين اللي يدعمني اكتر من بيتي؟ هو كلام صح وكلام منطقي. انا عايز اعفيك من الاسئله دي. لا كلام صح ومنطقي، بس انت اما زي ما كابتن صبر انت بتمشي وانت ربنا مديلك التوفيق والنجاح، فدي بتبقى حاجه كويسه يعني. تمام تمام، يعني ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب. ربنا يوفقك ان شاء الله. قول لي ايه اللي حضرتك شفته ناقص الاسماعيلي عشان يرجع اسماعيلي، عشان يرجع درويش؟ لا هو طبعا مع اللعيبه الموجوده اللي احنا هنا الدوري بشكل محترم، وانا بشكرهم على الجهد وعلى الروح وعلى الاداء وعلى النتائج. محتاج اضافات عندها خبره، عندها طموح المنافسه، عندهم النفس الطويل. مع اللعيبه الموجوده يبقى انت بتجيب اضافات جيدة جدا أو ممتازة عشان تقدر ترجع تاني منافس قوي على البطولات سواء دوري أو كاس. وبعدين كمان وحشتنا بطولة أفريقيا، بقالنا فترة ما رجعناش بطولة أفريقيا. نتمنى إن شاء الله الرحمن الإضافات اللي جاية. يعني أنا عارف مجلس الإدارة شغال وعايزين نجيبوا لعيبة كويسة للنادي مميزة. يعني في فرود أفريقيا جاي، موسى كمارة إحنا جبناه هداف الدوري الرواندي، مهاجم مالي، وفي كمان مهاجم أفريقي آخر أو الابقاء على كالدرون. انا شايف ان كمان كالدرون من اللعيبه المميزه جدا كمهاجم هداف ولعيب كوره ولعيب تحركاته واعيه جدا. فاما يرجع كالدرون يا اما هيجيب في فيرود افريقيا تاني كويس، مع كمان الثلاث او اربع اضافات مميزه مع الاضافات اللي جت اللعيبه المميزه في الدرجه الثانيه. اعتقد ان شاء الله الرحمن مع مسانده جماهيريه قويه جدا، مع توفير الامكانيات الماديه، مع الدعم بقى اللي هو الاهم الدعم الجماهير. الجماهيري ان هو متواجد ويبقى دعم قوي جدا لفريقه زي ما طول عمره دعم قوي ومساند. يبقى الاسماعيلي ان شاء الله الرحمن هيراجع وراجع بقوه للمنافسه على البطولات. مين اللي كان نفسك تجيبه يا كابتن عندك في النادي لو قعدت؟ والله انا اول ما جيت اقول لك حاجه يا عبد الحميد، وانا في مطار القاهره اول ما جيت اتكلمت على محمد الشامي لاعب انبي المعار لنادي المصري. انا مش عارف انبي طلعته اعرض، واتكلمت عليه مع الكابتن امام محمدين حاجة. ان انا قبليها كمان قبليها بسنه كنت انا ماسك الالومنيوم، وما ربنا كرمني الالومنيوم كان موقف صعب جدا، كان ترتيبه التاسع. رحت الحمد ربنا كرمني وبقيت منافس قوي مع نصر التعدين، والدور الثاني عملت اضافه واحد لعيب فقط لغير لعيب اسمه السنجاوي، لعيب كويس جدا ناشئ النادي الاهلي، وعمل لي طفره كبيره جدا الدور الثاني. وكنت عاوز مهاجم، فكلمت الكابتن امام قال لي عندي مهاجم كويس جدا وتحت السن اسمه محمد الشام. قلت له ابعته لي يا كابتن امام. لو انت بتكلم كمان الراجل اللي هو ايه خبير كابتن امام، فقلت له طب ابعته لي. وما حصلش نصيب وما جاش، ما جانيش الالومنيوم. فنهايه الدوري الالومنيوم انا 40 بونت، هنا الالومنيوم 40 بونت والتعدين 40 بونت، بس صعد التعدين بمواجهات مباشره. تمام. فبعد كده شفت الشامي لعب السنه اللي بعديها في الدوري الممتاز بعض المباريات. بالظبط. لعيب هايل. امكانياته هايله. فاول ما جيت قلت كابتن امام وكلمت المهندس ابراهيم مجلس اداره، قلت لهم عايز محمد الشامي في النادي الاسماعيلي. فرفضوا ان هم بيع وشراء فعايزينه اعاره. فكان مبدا العاره برضه مش كويس، او يعني غير مستحب مبدا العاره في النادي الاسماعيلي. كنت اتمنى طبعا لعيب كويس زي قعود في النادي الاسماعيلي، لعيب زي اسلام محارب يبقى برضه في النادي الاسماعيلي.
دي اللعيبه اللي انا بتمنى تيجي الاسماعيلي كاضافه للنادي الاسماعيلي، هيبقوا برضو يعملوا اضافه كويسه. في طبعا لعيبه صعب تجيبها زي كابوريا، زي احمد جمعه، صعب قوي، لكن ده ممكن كره الاسماعيلي يرجع لك ويجي لك ويبقى اضافه مع اللعيبه الموجوده. اتكلمت على واحد اللي هو الشامي ده، حاجه طب لسه حاطط هدف في الاهلي، ما يحطوش غير لعيب كبير عالمي، هدف تحرك جميل، يعني تحرك عنده خلاص بقى، اكتسب الخبره، اكتسب الثقه، عنده طموح، عايز ينجح، عايز يروح منتخب مصر. فاعتقد مع كمان نادي اسماعيلي هيبقى اكتر وهيبقى ابهر بالظبط، لان هيبقى عنده المهاره وعنده الكره الحلوه وعنده اللعيبه اللي حوالين منه. كمان انا اتكلمنا ان عمر جمال يرجع النادي الاسماعيلي وينهي في النادي الاسماعيلي. يعني عمر جمال اللعيبه المميزه، من اللعيبه اللي عندها مهاره، اللي عندها الخبره، اتمنى ان هو يرجع برضه للاسماعيلي. غير خالص بصراحه، طب كان طب في الاسماعيلي حاجه يعني، كان يخض طب. لكن برضه مش يعني مستواه برضه عليه علامات استفهام. يعني شايف الدوري السنه ده كابتن ابو طالب شكل المنافسه فيه كانت ازاي؟ هل انعدمت المنافسه؟ والله انا بقول السنه دي النادي الاهلي استحق الدوري عن جداره واستحقاق. النادي الاهلي بدون هزيمه، النادي الاهلي كسب بطوله الدوري قبل ما يخلص الدوري بست اسابيع بالظبط. الضربات اللي حصلت نادي الزمالك في اكتر من مباراه بعد نادي الزمالك عن المنافسه. عشان كده دايما بقول لحضرتك يا كابتن عبد الحميد ان النادي الزمالك، النادي الاسماعيلي، هم اللي يقدروا ينافسوا النادي الاهلي ويقدروا ياخدوا بطوله من النادي الاهلي. بالزبط. اما بعد النادي الزمالك، اما بعد النادي الاسماعيلي، فاصبح الملعب خالي للنادي الاهلي يحصد البطوله قبلها بست اسابيع. يعني لو ما كانش المقصه، يعني رغم المقصه بالظبط، رغم المقصه، وكابتن ايهاب جلال، يمكن احنا حتى ما اتسالت من المدربين، طبعا عامل طفره هائله جدا مع نادي المقصه ومستوى رائع، وقدر يقدر يعمل المركز الثاني. النادي المصري دخلوا بقوه السنه اللي فاتت الرابع، السنه دي ثالث. وده قلنا كابتن حسام وجهازه، وحاجه تحسب للنادي المصري والكابتن حسام ولكل الجهاز طبعا، عشان انا خايف بخاف انسى حد، كابتن ابراهيم او كابتن سليمان. احنا بنتكلم على المدير الفني بجهازه. فاهمني؟ فاما بعد النادي الزمالك عن المنافسه، اما بعد النادي الاسماعيلي عن المنافسه، الملعب بقى فاضي للنادي الاهلي. طبعا ده ما يقللش من النادي الاهلي، لا دي حقيقه، لكن مش لاقي منافس. لكن ده حقيقه بالزبط. النادي الاهلي حصد البطوله بدري بالظبط بالظبط، لكن في وجود الزمالك في مستوى الطبيعي، في وجود الاسماعيلي في مستوى الطبيعي، هيبقى الدوري صعب جدا والمنافسه هتبقى قويه جدا. يعني طبعا عدم وجود منافس بيسهل الدنيا طب شويه طب، لكن طب انت عندك كانت المقصه زي ما حضرتك قلت، كان كابتن ايهاب جلال. طالما فتحت لي حته الكابتن ايهاب جلال، انا عارف جمهور الاسماعيلي عامل ازاي، وعارف جمهور الاهلي حضرتك طبعا عامل ازاي طب، وعارف جمهور الزمالك عامل ازاي طب. في اريحيه للمدير الفني ان هو يشتغل تحت ضغط ولا ما يشتغلش تحت ضغط؟ بتفرق كتير، بتفرق قوي. يعني ممكن نشوف جداً مدير فني ناجح، فرق كبير جدا يا كابتن عبد الحميد. احنا عشان نقول النهارده بنقول ايه، في انا طبعا مش هقيم مدربين، ولا في طبعا اساتذه، لا احنا بنتكلم على اللي بيتكلموا على شكل عام. وانا بشكرهم جدا كل الناس اللي اتكلموا في حقي بعد اذنك، بدايه من الكابتن فاروق جعفر والكابتن حسن شحاته وشيخ طه وكل، كابتن مجدي عبد الغني وكابتن محمد عمر وكابتن حازم امام وكابتن عبد الحميد بسيوني، يعني كل الناس اللي اتكلموا في حقي انا بشكرهم جدا، وده وسام على صدري ان هم اتكلموا في حقي. مفيش حد بيتكلم على حد عليا كلام كويس. يعني بص، مفيش حد بيتكلم على حد غير لما يكون حقه. الحمد لله والشكر لله، بيديك حق. الحمد لله والشكر لله. فانا بحمد ربنا، فرق كبير جدا انك تشتغل في نادي عندك اريحيه، اكيد مفيش ضغوطات، أكيد نادي أكيد غير جماهيري، ما عندوش جماهير بتحب ناديها جدا، فبتضغط عليك ضغط قوي جدا بالظبط، وانت كمدرب بيبقى عليك ضغوطات وهدف وطموح كبير اكيد. فمن هنا المدرب الشاطر او المدرب القوي او المدرب المباشر او المدرب المبدع او المدرب اللي عنده الشخصيه القويه في اتخاذ القرار بيبان. فنجاحك وانت بتشتغل مع نادي جماهيري مهم جدا جدا اكيد، غير نجاحك وانت بتشتغل مع نادي غير جماهيري اكيد، فرق كبير بالظبط. لان انت هنا بتشتغل باريحيه، بتشتغل بدون ضغوطات، بتشتغل الاداره مسانده ليك بالزبط. الاداره ما عليهاش كمان ضغوطات جماهيريه بالزبط. فبالتالي انت بتجيب اللعيبه اللي انت عاوزها، بتقدر تعمل الفترات الاعداد اللي انت عاوزها. مش مطلوب منك بطوله بالزبط. مش مطلوب منك منافسه على البطوله بالظبط. ففي اريحيه كبيره جدا، لما تعمل اي خطوه ايجابيه كل الناس بتتحسب لك. لكن بالزبط. كنادي جماهيري، النادي الاهلي، النادي الزمالك، النادي الاسماعيلي، النادي المصري، الاتحاد السكندري،
بيبقى الشكل غير خالص، عشان الطموح غير. تمام. فانت بياخد منك جهد كبير جدا، بتبقى مضغوط على طول الوقت، بتبقى لدرجه انت ممكن ما تنامش، بتحط في المنافسه مع كل المدربين. دي حقيقه. ازاي تقدر يعني ازاي هتنافس البطوله، الجماهير، الانديه الكبيره بجماهيرها. فبالتالي انت كمان عندك، انت كمان بتشتغل في نادي كبير زي النادي الاسماعيلي وعندك جماهير، او نادي كبير زي النادي المصري او الاتحاد. فبالتالي لا، صعب يا كابتن حميد. يعني برضو فتحت لي برضو حاجه، حسام البدري اللي هو بقى بيلعب على 4 بطولات المفروض ان هو ياخدهم، خد منهم دوري عام. انا هطلعك شويه بقى بره. تمام تمام. ومدرب مصري. تمام. كمان. فتخيل حجم الضغوط اللي عليه ازاي، والناس برضو بينتقدوا ساعات. وبعدين كمان ما هو كابتن حسام النهارده عامل حاله في الكره المصريه كدوري عام، نمره واحد في مصر، اخذ الدوري قبل 6 اسابيع. يعني الراجل عامل، وبعدين بيشرك بدون هزيمه. انا شايف ان كابتن حسام البدري من المدربين المحترمين جدا. السنه دي في كابتن ايهاب جلال، مدربين المحترمين كابتن حسام حسن. لكن انا بقول للكابتن حسام البدري عامل فعلا طفره. انا بتكلم على حجم الضغوطات، وبرده حجم ضغوطات شديده جدا بالزبط. وبعدين النهارده عنده اللعيبه عنده ذكاء. انا بقول ان كابتن حسام بدري عنده ذكاء. امتى يشرك اللعيب؟ يعني الناس بتقعد تطالب بمشاركه لعيبه كبير وكتيره في النادي الاهلي، لكن هو الراجل بفكره بوعيه، ومعاه برده الجهاز الفني كابتن احمد ايوب وكل الجهاز الفني. اكيد. احمد ايوب ده حبيبي وانا بحبه جدا، اخو الصغير، مدربين الشاطرين بالظبط. فانا بقول للكابتن حسام بدري عنده ضغوطات صعبه جدا، ومطلوب منه ياخد كل البطولات. بالظبط. ليه؟ ليه؟ لان هو يعني تاريخ النادي الاهلي وبطولاته وجماهيره دايما بتحط في الصوره، ودايما مطالب ان ياخد البطولات. فالنهارده كابتن حسام اخذ الدوري عن جدار، بينافس على بطوله الكاس، النهارده وصل قبل النهائي. ان شاء الله الرحمن صعد في البطوله الافريقيه، ومنافس قوي جدا على حصد البطوله. فلازم نقف هنا بقى، زي ما انت قلت، بنقول النادي الاهلي او الناس بتنتقد الكابتن حسام البدري، طب مطلوب ايه اكتر من كده من كابتن حسام البدري؟ انا وجهازه يعني بالعكس. يعني بالعكس، يعني انت النهارده بالظبط لازم تقف جنب كابتن حسام البدري، لازم تسنده مسانده قويه جدا. انا بقول النادي الاهلي كمان عنده عدد وافر من اللعيبه ولعبه، وكمان مستوى النادي الاهلي خططيا بالامانه السنه دي افضل اداء، افضل اداء اداء النادي الاهلي. التحركات خططيا داخل الملعب على مستوى عالي جدا، سواء في الناحيه الدفاعيه او الهجوميه. في اخطاء من اللعيبه، ده موجود في كل الانديه على مستوى العالم، فرق من غير اخطاء وبتتعالج. وبعدين انت كمدرب بتشتغل عليها. لكن انا بقول النهارده الكابتن حسام البدري نجح بدرجه ممتاز في قياده النادي الاهلي. تمام. يعني كلام جميل قوي يا كابتن طالب. الوقت جري معاك بسرعه جدا. ده سعيد والله. قول لي لعيب. شرف لينا. لا ده احنا متشرفين ان احنا كمان كنادي اسماعيلي وكاسماعيلاويه واهلاويه يعرفوا ان احنا عندنا روح رياضيه، وان احنا بنحب النادي الاهلي وبنحترمه، والنادي الاهلي بيحترم الاسماعيلي وبيحب. واحنا بنحب كره الاسماعيلي طبعا. يعني احنا النادي الاهلي والاسماعيلي، يعني ما فيش حد يقدر يحط خلافات، ما فيش حد يقدر يحط اي حاجه أبداً. تبعدنا عن بعض. ابدا. لا، النادي الاهلي والاسماعيلي وجماهير الاهلي وجماهير الاسماعيلي كلنا واحد، بنحترم بعض وبنحب بعض، وكذلك طبعا نادي الزمالك وكل الانديه. يعني فاحنا يعني دايما يا رب الروح الرياضيه بيننا باذن الله. يعني انا عايز اقفل بالكلام ده بصراحه. واحد يا كابتن. طبعا يعني ان شاء الله واحد الله. والفرقتين جمال وبقدموا كره حلوه، واهدافهم حلوه، اهدافهم دايما بطوله، اهدافهم دايما يسعدوا جماهيرهم. قول لي لعيب واحد من الاهلي نفسك يبقى معاك على طول، لعيب واحد بس. يعني عبد الله سعيد ده حبيبي ده. وانا بقول لك عبد الله سعيد، عبد الله الشحات. يمكن انا هقول لحضرتك حاجه، اول ما كان عندي مباراه النادي المصري 16 سنه في بورسعيد، وكان الكابتن عبو جريشه مدير القطاع، وعبد الله السعيد وعبد الله الشحات 14 سنه. طبعا السن الصغير ده بيفرق اكيد، وانا 16 سنه، فالاجسام فرقه، وعبد الله لعيب كوره هايل. فالكابتن علي قال لي هتلعب، قلت له هلعب عبد الله. بدات بعبد الله، عبد الله الشحات كان بديل. قلت له ما تخافش يا كابتن، ما تقلقش. قال لي اصل العيال اقوياء وخايف عليه من الاصابه. قلت له عبد الله ذكي جدا، لعيب كوره، عنده المهاره وعنده الثقه وعنده الرؤيه، فما تقلقش يا كابتن، ما تخافش عليه. الماتش ده كسبنا 3-1، وعبد الله جاب جون، وعبد الله الشحات نزل جاب جولين. حتى لما طلع اتمرن مع الفريق الاول كان اوتاكا موجود، فاوتاكا بيقول لي يا كوتش، بقول له يا كابتن، بقول له يعني، والاجانب يقول لي يا كوتش. تمام تمام. فقول لي عبد الله،
ايه ده اللعيب ده يا كابتن؟ هو وقتها كان بيقول لي كده، ايه ده اللعيب ده؟ لعيب هايل، ده لعيب عالي جدا، لعيب هايل. فعبد الله السعيد يعني يا كابتن نورتنا وشرفتنا، متشكرين يا كابتن، وان شاء الله تجينا كتير جدا يا جدا. يا رب، ده انا بشكركم على الدعوه الكريمه، متشرف بيك، وان شاء الله تمسك يعني الفرقه اللي انت عايزها وتعمل معاها كل ان شاء الله طموحاتك اللي حضرتك عايزها. نورتنا وشرفتنا يا كابتن، متشكرين جدا يا كابتن، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. يعني كان معانا النجم الجميل، نجم الدراويش ونجم الاسماعيلي ونجم مصر، كابتن ابو طالب العيسى والمدير الفني السابق نادي الاسماعيلي. نطلع فاصل عشان نستقبل نجم مجدي عبد العاطي المدرب العام لنادي الانتاج الحربي. فاصل، استنونا.